إذا الإخفاء الحقيقي، تعريف الإخفاء، الإخفاء لغة هو الستر، يقال أخفيت الشيء أي سترته عن الأعين. أما الصلاحة فهو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام، وهذه النقطة انتبهوا لها. لا أنا أظهر، طبعا هنا عندما أقول النطق بالحرف عن ماذا أتحدث؟ عن الصاد ولا التاء، صف ذاتنا كم جاذا، أي حرف منهم؟ من يقول لي أخت سائدة؟ أنا أقول هنا في الإخفاء الصلاحة النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام، عن أي حرف من 15 أتحدث؟ أتحدث عن النون الساكنة والتنوين. الله ينور عليك. إحنا عنوان يا جماعة المحاضرة وعنوان هذا الباب كله أحكام النون الساكنة والتنوين، فإذا قلت النطق بالحرف أيقصد النون الساكنة والتنوين؟ إذا هنا النطق بالحرف بين الإظهار والإضغام، لا أنا مظهر تماما ولا مدغم تماما. تفضل يا أستاذ، ما هو سؤالك؟ نعم، سؤالي بالنسبة للقلب، يعني تفضلت وقلت القلب، يعني هل هو أصح من كلمة الإقلاب؟ يعني احنا تعلمنا كلمة الإقلاب. نعم، القلب هو أصح، لذلك قال حتى الإمام ابن الجزري قال والقلب، يعني حتى في المنظومة قال والقلب، فهو القلب هو أدق لغة من الإقلاب. الإقلاب هو قلب الشيء على وجهه، لكن القلب هو التحويل والتغيير، إذا قلنا القلب هو التحويل والتغيير، أما الإقلاب قلب الشيء على وجهه، يعني الأمر مش دقيق، لكن لو قلنا الإقلاب لا في مشكلة، لكن الأدق والأولى والأفضل أن نقول القلب. نعم، سؤال آخر دكتور. طيب بالنسبة للقلب، هل كان سابقا قبل نزول القرآن أم يعني هو اجتهاد؟ تمام، سؤال رائع وجميل جدا. هل القلب كان قبل نزول القرآن؟ نعم، كان موجود في لغة العرب، وإحنا يمكن تحدثت أنا في محاضرة، تقريبا المحاضرة الأولى على ما أذكر، عن ما هي الأمور الأربعة التي زاد القرآن عن لغة العرب. قلنا الغنة، مقدار الغنة، قلنا مقدار المدود، هذه لم تكن مضبوطة بهذا الشكل، والغنة أيضا كانت موجودة لكن لم تكن مضبوطة حركتين، وإذا زدت عن الأمر لا يجوز أو أنقص عن الأمر لا يجوز، كذلك هذه المدود يعني غير مضبوطة، كانوا يمدوا لكن كانت غير مضبوطة. أيضا السكت كان أيضا غير معروف بهذه الكيفية التي نقرأ بها. الأمر الرابع وهو التغني والتجميل في الكلام، نحن نتحدث نقول هو كلام الله، هذا الكلام أو القرآن هو كلام الله، فالعرب كانت غير متعودة على التغني في الكلام العادي، تتغنى إذا أردت الغناء، لكن أن تتغنى في الكلام العالي وتجمل الصوت وتحسن هذا الصوت في كلامها العادي، لا. إذن هذه الأمور الأربعة كانت هي الأمور الجديدة التي أتى بها القرآن على ما تعودت عليه العرب. إذن هل القلب والإخفاء وهذه الأمور بشكل عام كانت موجودة؟ نعم كانت موجودة، القرآن نزل بلغة العرب ولم يأتي بشيء جديد، إنما هو ضبط لغة العرب وحفظها من الضياع والاندثار. تمام أخت سائدة؟ نعم، بارك الله فيك دكتورنا، حياك جزاك الله خير. الله يحفظك، رفع الله عنك. إذن هذا هو التعريف الاصطلاحي للإخفاء، النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام. لكن لم ننتهي، نقول عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، إذن لا يوجد تشديد للحرف الذي بعد هذا النون مع بقاء هذه الغنة. إذن ما هو تعريف الإخفاء؟ النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول بمقدار حركتين. حروف ومجموعة في صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضاع ظالما. طبعا يأتي الإخفاء في كلمة أو كلمتين مع النون، ومن الطبيعي أن نقول وفي كلمتين مع التنوين، هذا تعرفنا عليه وتعودنا على هذا الأمر خلاص، يعني الأصل ما نتحدث عنها، لكن من باب الإيضاح ويعني الإتيان بالمعلومة كاملة. إذا يأتي الإخفاء في كلمة أو كلمتين مع النون وفي كلمتين مع التنوين. طب ما هو سبب تسميته بالإخفاء الحقيقي؟ يعني هناك أكثر من سبب، قيل لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره، أو رأي آخر لتمييزه عن الإخفاء الشفوي، وهذا إن شاء الله الإخفاء الشفوي سنأخذه مع أحكام الميم الساكنة. فقالوا هناك في إخفاء وهنا في إخفاء،
طيب كيف نميز؟ إذا قلت الإخفاء ولم أقل الحقيقي أو لم أقل الشفوي، قد يلتبس الأمر على من أتحدث معه. فقالوا إذا أردنا عن الإخفاء النون نقول الإخفاء الحقيقي، وإذا أردنا أن نتحدث عن إخفاء الميم نقول الإخفاء الشفوي. إذا لتمييزه عن الإخفاء الشفوي، ولأن أيضا هذا سبب آخر، ولأن الإخفاء متحقق في النون الساكنة والتنوين أكثر منه في الميم الساكنة. هذه آراء متعددة، لكنه الأرجح والأقرب أن الإخفاء الحقيقي سمي بذلك للتمييز عن الإخفاء الشفوي. مثال على الإخفاء الحقيقي عندنا طبعا الصاد مهند الذال والثاء والكاف من قول الناظم صف ذاتنا كم جادة. إذا الصاد طبعا يأتي عندنا في كلمة أو كلمتين، في الكلمة واحدة أو في كلمتين، وممكن مع التنوين. نأخذ مثالا منصورا، كيف يقرأ منصورا؟ منصورا، نلاحظ أن النون لا يوجد عليها سكون والصاد غير مشددة. منصور منصور، ولا منصب ولا منصبر، بريح صرصر بريح صر. هذا هو الإخفاء. طب الذال نحو تنذر، لاحظوا كيف الصوت، تنذر تنذر، من ذا من ذا، عزيز ذو، هكذا. الثاء الأنثى الأنثى، منثى من ثمرة، ماء ثجاج. الكاف أنكاث، هذه الأمثلة هي من كتاب كرام من كاتبين، نفس الفكرة، منكِ من كتاب كرام كاتبين. أيضا مثلا مع الجيم نحو ننجي ننجي، منجي من جبال، قوما جبارين. الشين منشو منشورا منشورا، ومنشاء. وهذا يا جماعة ننتبه إلى هذا اللفظ، كثير نسمعها من بعض الإخوة، ومنشاء ومن، يأتي بصوت ياء وهذا خطأ، فننتبه إلى هذا الأمر. والآن راح نتعرف على يعني الأمر بشكل دقي أكثر، لكن ننتبه إلى هذا الصوت، ومن شاء، ولا نقرأه ومن شاء، ومن كانوا أقرب إلى الياء. ركن شاء، اسمعوا الصوت كيف، ركن ركن شديد، هكذا. طب مع القاف، ينقى ينقلب، منقى من قبل، شيء قد شيء قدير. مع السين ننسى ننسخ، منسو من سلالة منسو، ورجلا سلم ورجلا سلم. الآن مع الدال والطاء والزاي والفاء، أندادا ومن دخله، نفس الفكرة، قنوان دانية، طاء انطى انطى انطلقوا، من طين من طين. الزاي منزلين منز منزلين. الفاء ينفي ينفقون. الآن مع التاء والضاد والظاء، الحروف المتبقية الثلاثة هذه، كنت كنتم. الضاد منضود منضود، وانظر مع الظاء، وانظر وانظر. لاحظوا يا جماعة، أنا الآن وأنا أقرأ عندما قلت مثلا الآن لا أتيت بنون واضحة ولا أتيت بالظاء واضحة، قلت وانظر وانظر. إذا
الإخفاء، نعيد ونكرر، ما هو تعريف الإخفاء؟ هو حالة بين الإظهار والإضغام، لا أنا مظهر هذه النون بالشكل الكامل ولا أنا مظلمها يعني عادمها. إذا لما أقول وانظر كنتم كنتم، الآن هذه النون لا أنا مظهرها مظهرها ولا أنا مدغمها. إذا هي حالة بين الإظهار والإضغام. طيب ننتبه إلى نقطة أخرى مهمة جدا، أن الغنة ترقق أو تفخم تبعا للحرف الذي بعدها. في كنتم مثلا قلت كنت ورقق الغنة، لما أنا قلت منظو منظو فخمت الغنة. إذا الغنة بشكل عام دائما الغنة تتبع الحرف الذي بعدها، فإذا كان الحرف الذي بعدها مفخم فخم، وإذا كان مرقق رقق. واحد ممكن يسألني ما إيش التفخيم، أنا ما أعرف ما هو التفخيم، سنأتي له بعد ذلك. لكن هناك عندنا 7 أحرف وهي خص ضغط قض، هذه ال7 أحرف طبعا تسمى حروف التفخيم. فالغنة إذا جاء بعدها حرف مفخم فخمنا، وإذا كان غير ذلك أي حرف مرقق رققنا. قلنا كنتم مرققة، منصورة منصور، لاحظوا التفخيم، السمن، التغليظ، هذا الصوت المفخم، أقول منصور تفخيم. لكن في كنتم أندادا أندا مرققة الغنة.